السلام عليكم. هنكمل كلامنا عن الأنسجة الحيوانية، وهنتكلم النهاردة عن الغضاريف. وطبعا الغضاريف، الوظائف العامة بتاعت الغضاريف هي طبعا إنشاء العظام في الجسد، لأن بتتحول جزء منها يعني إلى عظام. رقم اتنين، إن لها وظيفة في إبقاء القصب الهوائية والشعب الهوائية الكبيرة مفتوحة، لأنها جزء من التكوين ده. وبتوفر برضو الوظيفة الثالثة لها، إنها بتوفر الدعامة والقوة، وتحمي سطوح المفاصل زي مفصل الركبة، وتحافظ على امتصاص الصدمات، لأنها برضو موجودة في الأقراص بين الفقرات. الغضاريف بشكل عام بتتكون من، طبعا احنا عارفين إنها تتبع النسيج الطلائي، النسيج الضام يعني، واي نوع من الانسجه الضامه هي يعني الغضاريف هي نسيج ضام هيكلي. طبعا بيتميز باول حاجه ان هو الماده البينه بتاعته بتكون شبه صلبه، يتميز بالقوه والمرونه والتحمل، ويحيط به غلاف غضروفي، يعني خلايا غضروفي غضروفيه زي ما موجوده في الرسم كده هنا، عباره عن طبعا قد تكون خليه واحده او اثنين او تجمع بنسميه عش من الخلايا، محاط بمحفظة، دي اسمها محفظة، هي اللي بتحيط بالخلايا الغضروفية. الخلايا الغضروفية أو الغضاريف بشكل عام بتوجد في ثلاث أشكال، في غضروف عندنا زجاجي، وفي غضروف مرن، وغضروف ليفي. الغضروف الزجاجي أو الغضروف المرن والغضروف الليفي، طبعا هما بيختلفوا عن بعض في المادة البينية أو تحديدا الألياف الموجودة فيها. فالغضاريف الزجاجية بتكون المادة البينية بتكون شفافة، أما في الغضاريف المرنة بتكون المادة البينية بتكون موجودة بشكل كثيف، يعني بتكون غنية بالألياف المرنة، والغضاريف الليفية بتكون غنية بالألياف البيضاء. من حيث المرونة، الألياف المرنة هي بتكون أعلى واحدة في الغضاريف في المرونة، تليها يعني دي الأعلى واحدة، تليها الغضاريف الزجاجية، وبعد كده الغضروف اللي هو الليفي بيأتي في المرتبة الثالثة من حيث المرونة. أماكن وجود الغضاريف الثلاثة، الغضروف الزجاجي موجود في نهايات العظام الطويلة بين الأضلاع، وموجود في عظمة القص، وموجود في الزائدة الحنجرية، وموجود في القصبة الهوائية بشكل أساسي. أما الغضاريف المرنة فهي موجودة في صوان الأذن ولسان المزمار، والغضاريف الليفية فهي موجودة عشان في بعض الأماكن عشان تعطي مقاومة للشد، زي الغضروف الهلالي الموجود في مفصل الركبة لأنه عرضة للحركة والتحميل عليه، وكمان موجود في الأقراص الغضروفية الموجودة بين الفقرات، لأن العمود الفقري مصنوع من فقرات عظمية، فربنا سبحانه وتعالى أوجد بينها هذا النوع من الغضاريف الليفية عشان تعطي نوع من المرونة للعمود الفقري. زي ما احنا شايفين هنا اهو، النوع الاولاني دي من حيث بترتيب انواع الغضاريف من حيث المرونه، بنلاقي اعلى واحد فيهم من حيث المرونه هو الغضروف المرن، ده المرن، وبعد كده الغضروف الزجاجي ده بياتي في المرتبه الثانيه، والغضروف الليفي في المرتبه الثالثه. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.